عجبني بزاف ونقوه من الشعواده، نقوه من بزاف د الحوايج، ولا دابا منطقه سياحيه ولا زوينه بزاف. وانا دروك دخلت وعجبني الحال صراحه، هذه احسن حاجه دارها كيقولوا لي اللي في الجامعه هنايا ولا القايد ولا المهم العامل ولا اللي دار دركا، درتي احسن حاجه هنا. باقيين غير شي بلايص اخرين حتى هما خاصك تنقيهم لينا، وعلى الله على الله يفهموا الناس، وعلى الله يفهموا وبعدوا من الشعواده، قهرتونا في صحتنا، على الله يا ربي تقوا فينا وجه الله وخلوا لينا الدنيا نقيه، بلادنا زويده. اسم مراد المنتصر، كسكوت في جهه 16، وجيت هنايا سيدي عبد الرحمن، سمعت باللي راه تحل وجيت كنشوف، حيت جيت لي المره الاولى ولكن ما كانش تلي، دابا ولا زوين، وكنطلب بالناس تجي تشوف وتشوف على عينيها، حيت هذاك الشيء زوين. التغيير بزاف، تغيروا بزاف ديال الحوايج، كانوا هنايا الشعواده الساعات ما بقاوش، لان تبدلوا بزاف ديال الحوايج هنا. كنطلب بالناس يجيو، مرحبا بهم سيدي عبد الرحمن، كنقول لكم جيو سيدي عبد الرحمن مرحبا بكم. السلام عليكم، انا مواطنه مغربيه، كنت من قبل كنجي لسيدي عبد الرحمن، ودابا تغير 100%، كنت كنجي لي كان واحد الشكل ماشي تلي عشوائي بالنسبه للشعواده، بالنسبه ما كنتش كنرتاح، واخا كنجي كنت كنبقى بعيده ما عمرني ما، ودابا الحمد لله تحسن 100%، عجبني دابا ملي دخلت وتبدلوا فيه بزاف الحوايج، بالنسبه للمكتبه، بالنسبه كاين ما يتشاف، كاين الانسان فين يرتاح، كاين بزاف الحوايج تغير، والحمد لله بغينا بلادنا تزيد القدام، ديما بلادنا تزيد القدام، وعاش الملك، والبلاد ما كرهناهاش تبقى ديما الفوق الفوق، وعاش المغرب.